والله العظيم كل العالم بتنام بالليل، انا ما بنام، بتطلع فيها وقلبي بحترق حرق. يعني تخيل بنتي بدها علاج فيزيائي، ما معي روح مثلا اخذ على العلاج، بدها اكل، بدها اشرب، يعني ما في. والله العظيم مثل البرد، بتمرض، بتصيب، ما في مازوت، ما في شيء. بروني وصلت لمرحله رغيف الخبز صرت اطلبه، مصاري ما في، ماني عم اقدم لها شيء. يعني بدها دواء، ماني عم بقدر اجيب لها دواء، دماغها ما فيك توقفه، موقفته من ايمت، من شهور. عندي بنت بالمدرسه، هلا بتروح زن على المدرسه، ما معها مصروف، بتجي شو بتقلي؟ بتقلي رفقاتي اشتري، رفقاتي كذا، يعني بتجيب علامه منيحه، بتكون بتقلي شو بدك تجيبي؟ يعني تخيل تقولي جيبي لي منوش، وما معي جيب لها منوش، وبس تقول لحدا مثلا بجيبه، بساله حدا عم يساعدك؟ كون بتقول والله ما حدا عم يساعدني، ما بصدقوا. وانا صبي بروح بطلع بشتغل وكذا، بس هي كسرت لي ايدي واجري، وين تحطها؟ بتضل مريضه، وايماني بالله كبير، بس شو بتسوي؟ والله انه حلمي انا اجيب جهاز لبنتي تمشي ووفي الديون. والله الدين هلكني، والله العظيم علي مبلغ كبير، والله الدين هلكني هلك. يعني ما بعرف يعني كيف بدي اخبي وجهي من العالم، ما بعرف. والله علي ديون كتير، بس حلمي وفي الديون مشان الله، بس حلمي وفي الديون.